شاي شاي. لا لا شوف اوسع الرينج، اوسع الرينج ده حل الزون فينومين، واعمل جونز ده حل الكومبليت، او اعمل اليزا برافو عليك، او اعمل اليزا وريح روح ده حل ايه؟ حل الرغي، حل الصداع. البروسيلين مش قلنا فيه كاميرتين؟ كاميرا البي سيلز صورت وطلعت انتيبوديز، كاميرا التي سيلز طلعت سينسايز للانفوسايتس. قوم اعمل سكين تيست اسمه بروسيلين. حد يقول لي جيب لي ممكن شورت اكاونت على البروسيلين؟ لا طبعا، لانه هو زي التيوبركلين. انا ليه الف بالسؤال؟ لو عايزك تتكلم عن التيوبركلين حولك اتكلم عن التيوبركلين. فالبروسيلين ما يجيش سؤال شورت اكاونت، لان كل اللي هتقوله بقى في الحاله دي انه بيشبه التيوبركلين تيست وانه ريرلي يوزد، بس بعتمد عليه يعني مش مطلوب اكتر من كده. ولو جه في امتحان بيبقى عليه نص درجه في وسط الدياجنوسيس. يعني هاو تو تريت، عشان نخلص بقى الحصه، ادي كومبايند ثيرابي فور برونج بيريد اوف تايم. ليه كومبايند وليه برونج؟ اتعلمناها من الدي بي بقى خلاص، الاورجانيزم اللي يعيش ليه انتراسيلولار. يبقى الانتيبيوتكس هتوصل له بصعوبه، عامل جرانيولوما يبقى الانتيبيوتكس هتخترق بصعوبه. ها يبقى لازم ادي لفتره طويله. طب لو الفتره طويله هيحصل توكسيستي وهيديفلوب ريزيستنس، يبقى اديها كومبايند. نفس ده مفهوم تي بي. طب هاو تو بريفنت، نمنع ازاي البروسيلوزيس؟ مالكش دعوه بالبني ادمين، اتشطر على الانيمالز اللي بيجيبورنس ديزيز. يبقى البريفنشن هنا في ان انا امنع الجنكشن بين الاورجانيز بين البني ادم والحيوان. اللبن الواصله اللي بيننا نعقمه، نبستره، نغليه، ها؟ والحيوانات نكنترول الانفكشن فيها ونطعمها. عارف بقى ان البروسيلا دوت هو اللي بيفهمني الجمله اللي اتقالت في التيتانس؟ الجمله اللي اتقالت في التيتانس كان ايه؟ The only way to prevent the tetanus is active prevention vaccination، صح؟ لان التيتانس ما كانش عندي حيوان بينقل ديزيز، ما كانش في فرصه امنع الديزيز بعيدا عن البني ادم، ديز فرصه حواليا في كل مكان، فما فيش بد من ان انا اطعمك. لكن هنا ما فيش لازمه اطعمك طالما ممكن اكونترول الديزيز في الانيمال. تمام الحمد لله. اي سؤال؟ حاضر. مواعيدنا بس تاني عشان خاطر البعض اللي ما عندوش فكره عن المواعيد، احنا يوم الاحد معادنا 9 وهخلصها قبل 11 بشويه، وهستناكم الحصه الثانيه من 12 ل 2 عشان الجاب دي هو امتحان الباثولوجي، والاثنين القعده في نفس الموعد الساعه 9. بعد كده هنمشي حصتين في الاسبوع زي الاسبوع دوت، الثلاث في 7:30 و9:30 و4 7:30 دي حصه.